في البداية عايز أتكلم عن مع بعض عن بعض النقاط أو في بعض النقاط زي ما احنا متعودين مع حضراتكم على طول بنتكلم عن أهمية الدوري العام لكل الفرق اللي بتشارك فيه. نادي الأهلي أول بطولة دوري خدها يعني تقريبا أنا مش مذاكر التواريخ قوي بصراحة، لكن أول بطولة دوري خدها كانت سنة 69 سنة 48 49 كانت من 69 سنة من 69 سنة النادي الأهلي حصل على أول بطولة دوري عام سنة 48-49. بطولة كبيرة جدا لبعض الأندية إن هم حتى يحلموا بيها. يعني بنشوف أندية في العالم كله، مش هنتكلم في مصر عشان دايما الناس بتفهمنا أنا شخصيا غلط، فنتكلم في العالم كله ناس بتصرف فلوس كتير قوي قوي عشان يحصلوا على بطولة دوري واحدة أو بطولة كأس واحدة، خصوصا إنه ما يكونش ليهم أي تواريخ قبل كده. هنا في مصر كمان بتشوف الناس بتصرف فلوس كتير قوي قوي علشان يتشرفوا ان هم يحصلوا على الدرع الدوري الممتاز او حتى كاس مصر او اي بطوله محليه، فما بالك النادي الاهلي حصل على اول بطوله دوري من 69 سنه. 69 سنه. هقول لكم بتكلم عن الارقام دي ليه تحديدا. البطوله ال 12 للنادي الاهلي حصل عليها من 44 سنه، عام 74-75. من 44 سنة دي البطولة ال 12 النادي الأهلي حصل عليها. انتوا عارفين النادي الأهلي ما شاء الله عنده 40 دوري، وإن شاء الله إن شاء الله السنة دي يبقى 41 دوري. إحنا طموحنا في فرقتنا ملوش حدود، إحنا كجماهير يعني كجماهير أهلاوية. لكن أنا بقول لكم الأرقام دي عشان أبين لكم مدى حب الأندية للحصول على بطولة النادي الدوري العام اللي حصل على النادي الأهلي 40 مرة. تاني أول بطولة كانت من 69 سنة، والبطولة ال 12 كانت من 44 سنة. مش عيب خالص، مش عيب خالص ان انا ادفع فلوس كتير جدا علشان انال الشرف ان انا اخد بطولة دوري عام، لكن ما ينفعش بقى ان انا احط النادي الاهلي في جملة مفيدة خالص. انا قلت لحضراتكم ما ينفعش ان احنا كل شوية نقول النادي الاهلي، اصل النادي الاهلي النادي الاهلي خد اول بطولة، تاني هكررها طول الحلقة هكررها، من 69 سنة خد اول بطولة دوري عام، ومن 44 سنة خد البطولة ال 12 للدوري العام. فما ينفعش نقول اصل النادي الاهلي بيجيب لعيبه بفلوس، اصل النادي الاهلي مش عارف عنده اصابات ايه فخايف يقابلنا، اصل مش عارف. بتكلم في العموم. لكن طبعا قيمه كبيره جدا الدوري العام لاي حد، واي حد بيتمنى الحصول على هذه البطوله. لكن ما ينفعش برضو تاني احط النادي الاهلي في جمله مفيده، ولا رموز النادي الاهلي احطهم في جمله مفيده، لان رموز الاهلي اي حد كان يحلم كان يحلم ان هو يسلم حتى على رموز النادي الاهلي، كان يحلم حتى ان هو يشوف رموز النادي الاهلي كده فيس تو فيس او قدامه، كان يحلم. لكن خلاص يعني ان شاء الله الايام هتثبت للناس كلها، والناس كلها عارفه قد ايه النادي الاهلي كله من اول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم لغايه ان شاء الله باذن الله ربنا يحيينا ويحييك ويفضل طول عمره نادي القيم والمبادئ الحقيقيه للرياضه المصريه والرياضه العربيه عموما. عشان كده بلاش نتكلم على النادي الاهلي او نحطه في جمله مفيده، بلاش نتكلم على رموز النادي الاهلي او تحطهم في جمله مفيده. انت لو نزلت مع اي رمز من رموز النادي الاهلي ممكن الناس ما تشوفكش اساسا من كتر ما هم مركزين مع قيمه من قيم النادي الاهلي او رمز كبير من رموز النادي الاهلي. لو اتكلمنا عن اصل انت بقى الاصابات كتير فاتحاد الكره مأجل لك ماتشات، اصل مش عارف ايه، اعتقد ان النادي الاهلي كسب الزمالك بالناشئين. بالناشئين كسبنا الزمالك بالناشئين، كان سنة 1985 مع الكابتن الكبير الكابتن محمود الجوهري، لما صالح سليم أصدر قرار إن اللعيبة تلعب النادي الأهلي يلعب بالناشئين. فالموضوع ما فيهوش إصابات، الموضوع ما فيهوش أي حاجة، النادي الأهلي جاهز في أي وقت إن هو يلعب ماتشات. فالموضوع مش مربوط بالإصابات، الحمد لله رب الحمد لله. أنا قلت لكم قبل كده النادي الأهلي عمره ما احتاج أي حد، بنحتاج لربنا بس في توفيقه، لكن النادي الأهلي طول عمره موجود وطول عمره جاهز لأي لقاء بيلعبه، سواء بالفريق الأول سواء بالناشئين أي حاجة. النادي الأهلي اسمه وتشيرته، احنا قلنا دايما الأهلي بمن حضره، الأهلي فعلا بمن حضره، وكمان بنتكلم بتواريخ وعندنا ما يكفينا إن احنا نتكلم بتواريخ. فحضرتك تقول بقى اصل مش عارف مين مأجل ماتشات عشان الاصابات والنادي الاهلي خايف يقابل الاصابات، لا، احنا كسبنا نادي الزمالك، نادي الزمالك كبير قوي كان بنجومه كبيره جدا جدا بفريق ناشئين، كله كان فريق ناشئين مطعم بثلاث اربع لعيبه او على ما اعتقد يعني، يعني برجاوي جاب الاهداف على طول.
نتفرج على الأهداف يا برجاوي؟ إيه رأيك؟ نفكر الناس بالأهداف. ماتش 4-3، النادي الأهلي كسب نادي الزمالك 3-2، آسف، ما 4-3 برضه، إحنا كسبنا أرقام كتيرة جدا يا برجاوي، فالواحد بيتلخبط ساعات. آه يعني مش النهارده كمان 6-1 في التواريخ العربية يعني. مش عايزين نقعد نتكلم عشان 6-1 كترتها قوي. دي أهداف لقاء الأهلي والزمالك، مباراة شهيرة. 3-2 ده أعتقد طارق خليل أهو. بنتكلم بتواريخ وبنتكلم بأدل، لا تقول لي بقى إصابات ولا تقول لي أصل إحنا عندنا مين. الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله. أهو ده ماتش يعني من ماتشات فرقة ناشئين. حضرتك طول ما أنت عايز هتلاقي النادي الأهلي جاهز. جاهزين في أي وقت. يعني أنت تؤمر، طول ما حضرتك عايز هتلاقي النادي الأهلي جاهز، وجاهز جدا كمان. في أي وقت.